السلام عليكم، بنرحب بالدكتورة كريستين معانا. فدكتورة أماني، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ أولى حلقاتنا في الإثاتيك ديرماتولوجي، ويسعدنا أن يكون معانا الدكتورة كريستين يوسف. الحمد لله على السلامة بعد غياب طويل. يسعدنا فعلا وجودك معانا دكتورة كريستين. النهارده إن شاء الله الدكتورة كريستين هتعرض لنا أول محاضرة عن الإنترودكشن للسكين إيدجينج أو الإيدجينج بروسيس إزاي بتحصل، وبرضو إنترودكشن للثريد ليفتينج. وفي الحلقات القادمة إن شاء الله هنبتدي ندخل إن دبس في الثريدز. اتفضلي دكتورة كريستين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور أماني للإعداد الجميل للبرنامج وكلمات التقديم الجميلة. فعلا بعد غياب طويل أنا حقيقة ممنونة جدا وفرحانة جدا إن أنا ألتقي بأساتذتي وزملائي بقسم الجلدية في جامعة الزقازيق، المكان اللي أنا تعلمت فيه الجلدية وتأسست فيه على أساس صحيح بالنسبة للجلدية. شكرا دكتور خالد للإعداد الجيد. أحب أخذ الفرصة وأتقدم بالتهنئة لأستاذتنا الدكتورة أماني ببريود جديدة لرئاسة القسم. كل التوفيق يا رب، وفي بوتنشيال عالي جدا مش بس إن احنا نحصل على أحسن قسم بالنسبة للحالات الإكلينيكية زي ما حصل في مؤتمر الأقصر، ألف ألف مبروك، لكن أتوقع الوقت الجاي مع قيادة رائدة وفكر متميز يكون في مستويات عالمية كمان إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة أحب أقول إنه الاستاتيك ميديسن يعتبر أجفت، حقيقي أجفت بالنسبة لكل درماتولوجيست، لأنه في العالم كله الدرماتولوجيست هو الوحيد اللي بيقدر يقوم بالاستاتيك ميديسن، هو إليجابل الاستاتيك ميديسن من غير ما ناخد أذر كورسز أو دبلومة. بالعكس الأذر سبيشياليتي بيحتاجوا إن هم زي أد كورسز علشان يكون مسموح لهم إنهم يشتغلوا استاتيك ميديسن. وأعتقد ده أصبح أتراكتيف بوينت للنيو جينيريشن، إنه كل معظم الدكتورز الصغيرين بيحبوا يخشوا في مجال الدرماتولوجي علشان الاستاتيك ميديسن. وبكده احنا we have a gift in our hand، هو الاستاتيك ميديسن. It's a beautiful tool we can make our patient happy. والحقيقة التول دي لو احنا ما كانش عندنا الفرصة ان احنا we understand well the knowledge والساينس behind، بيكون ليها كتير من side effects. فواحدة من الحاجات الجميلة جدا زيها زي النيوروتوكسين والفيلرز is the threads. والحقيقة أنا I will share my experience today why I like the threads and how the thread helped me in my practice. So art of the threads. My objective today, anatomy and aging overview. What is the role of the thread in our aesthetic practice? And what we need to do before we start to do threads? For anatomy, you know now beauty concept is everywhere due to the social media, due to the rising standard of living, and also growing independence for the woman. I have a patient yesterday in the clinic, and she told me she's 55 years old, and she's moving to Australia. So she told me, I want to look young and beautiful because to get a job there, it's not about my CV and my experience, but more about how I look. So maybe even if our clinic is pure dermatology or clinical dermatology, but every 10 patients... sorry, Dr. Khaled, نعمل إيه؟ نعمل full presentation, full screen يعني. It's full screen. It's full screen. مش واضحة؟ هي واضحة أول slides اللي موجودة قدامنا لحد دلوقتي، the art of the streets. احتمال النت متأخر شوية. Beauty concept. Beauty concept slide موجودة. The art of thread. Still art of thread. بدأت. أيوة احتمال في delay. I will try to be slow. علشان أخد هدي وقت السلايد إنها تكون بتظهر. So
In our clinics, sure, even if we practice more clinical dermatology, sure, we'll have a patient ask about fine wrinkles, how to look young, how to look beautiful, how to be attractive. So now with the development of the interest for minimally invasive technique, because the doctor and the patient, احنا والبيشنت بتاعنا عايزين اكتر to go for minimal invasive technique. النهاردة البيشنت مش عايز يروح لسيرجري, مش عايز يروح يعمل فيس ليفت, بس whatever techniques can help to improve our look without surgery, the doctors will prefer this, especially we as a dermatologist and the patient as well. Is the slide clear? هي كلير يا دكتورة كريستين, بس اعملي زي F5, يعني هي باينة البرزنتيشن على جنب. كده اوضح ولا ستيل؟ هو موجود على الكيبورد كده, تقدر ترسم من فوق في F1 و2 F5 اللي هو الفول سكرين. انا دايسه الفول سكرين. Any change؟ No. لسه ستيل اعتقد. هي فول سكرين بالنسبه لي. لا هي بالنسبة لنا ظاهرة برزنتيشن عادية باوربوينت. ولا دلوقتي؟ لا برضو. طب انت عندك ظاهره فول سكرين ولا السلايد كلها ظاهره؟ عندي لا فول سكرين, ظاهره عندي فول سكرين. ممكن يكون اكمل؟ اتفضل. طيب ومع الاندرستاندينج للفسيولوجي والايجنج بروسيس اصبح في a lot of techniques, advanced technique we can help our patient with less invasive procedure, وده أصبح المور popular بالنسبة. إزاي بيحصل الـ aging؟ All of us know that there is intrinsic aging and extrinsic aging. Intrinsic, which depend on our genetics and also our hormonal changes with the, when we reach the menopause, the estrogen decrease. And extrinsic, a lot of factors can play a role, like photo damage, the sun, exposure of sun. If a patient exposed to the sun more than the other, so there is premature aging or photo damage in the skin, smoking, stress, especially regular period of stress, poor nutrition. Sure, our lifestyle can affect much our aging process, exposure to pollution, and excess alcohol. So all this factor can play a role. What happening is there is genetic factors, there is anatomical changes, and today I will dig deep in the anatomical changes. There is environmental factors, gravity play a role, and there is hormonal changes as well. And we cannot forget that the neck has a special way in aging. Why? Because it's a very thin skin. Platysma is very weak muscle, and it's like a sheet, and there is no subcutaneous fat. So the support in the neck is low, so it's less than the support in the face. So we can see a lot of actress and famous people, they have a beautiful face, look like 30, but their neck can discover their age. The neck look like 50. Why? Because before, maybe sometimes we take care of the face, but we don't take care of the neck. Now we have
to take care of the neck as well. Slides is going well. موجودين في السلايد اللي هي development of and interest in minimal invasive techniques. اوكي. في ديلي فعلا. So now what is the anatomical changes? We know that our face starts from skin. Under the skin there is subcutaneous fat. Under the subcutaneous fat there is muscle. Under the muscle there is bone. So what happening is there is a changes on the all level. في changes بتحصل في ال skin. في changes بتحصل في ال subcutaneous fat. في changes بتحصل في ال muscles. في ال muscles بتبقى contracted عشان كده بنستخدم neurotoxin. في changes بتحصل even على مستوى ال bone. I will try to be slow. لأن الصور هتوضح حاجات كتير فأنا هحاول أكون شوية بطيئة. أعتقد في فرق في الإنترنت. Anatomical changes. This is very important because we can see the movement and what happening and the ptosis which happening in the face. I hope this slide is clear. Of the anatomical changes. هو نفس الشريحه ما اتغيرتش دكتور، بس عندنا نفس الشريحه، بس هو صوت حضرتك واضح وصوت واضح جدا يعني. انا بس لان الصور كويسه جدا هتساعد في فهم الكلام. طب هو مش ممكن من عندك يا دكتور خالد ان انت تعمل شير للسكرين؟ ما هي الدكتوره كريستينا معانا في البرزنتيشن. انا بحاول من عندي حضرتك. يعني ممكن اعمل انت من عندك شير للسكرين. طيب نكمل دكتوره كريستينا. طيب اوكي. ايه اللي بيحصل على مستوى البون؟ على مستوى البون ستراكشر. سوري. نحاول ممكن نكمل. اوكي. على مستوى البون ستراكشر بنشوف مثلا منطقه زي منطقه الاوربت بتبتدي تكبر وتبقى اكسباندد، الزيجوما تبتدي تصغر، فالمالر فات الفات بتاعتنا اللي اوفر الزيجوما بتبتدي يحصل لها توزيس. اعتقد السلايدز وظهرت مظبوط، انا قدرت اشوفها دلوقتي. انا ان ذا سيم سلايد عن البون تشينجز. وبالتالي بيحصل الفولدز بسبب البون ستراكشر. ايه كمان بيحصل؟ بيبتدي يحصل تشينجز على مستوى السوفت تيشو. السوفت تيشو ده انكلود كل ما هو اندر السكن، من اول كل ما هو اندر الديرمس، السوبرفيشال فاشيا فات، الديب فات، اند الاسماس، الماسلز، كل الكونكتيف تيشو اللي اتاتشد لفوق من المسل والبون. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اتروفي للفيشيال سوفت تيشو كومبارتمنت، وبالتالي بيحصل نزول في الفات بادز، وبيحصل لاكسيتي في الليجمنتس. الليجمنتس دي من اهم الحاجات
هوضح دلوقتي، دي مهم جدا نعرف الاناتومي بتاعتها. وطبعا في الجرافيتيشن بيساعد في التوزيس، وفي الميميك موفمنت المتكرره بتاعت الفيشيال ماسلز. هنا شكل الصوره التوضيحيه دي بيمثلوا الفات كومبارتمنتس كانها بالونز. فوانس البالونز دي ديفليتد بتبتدي تبقى اتروفايد. سو هي واحنا صغيرين انفليتد فات كومبارتمنتس، وانس ديفليتد بيبتدي يحصل اتروفي، ودي اول خطوه في الفيشيال تيشو السوفت تيشو ديسنت. بعد كده نيجي للسبكوتينوس فات. السبكوتينوس فات انا دايما بحب امثله زي المخدات بتاعه الخد، هو اللي بيدي كل الكونتور. وانس الفات دي ابتدت ديسنت يحصل loss of contour، يبتدي يحصل الفولز في وشنا، ودي اللي مديانا الويل راوندد 3D، ودي اللي بسببها بنحب نتصور سيلفي ونرسم الكونتور بتاع الميك اب بتاعنا. الفات دي قسموها السوبرفيشال فات وقسموها الديب فات. هي الحقيقه مش متقسمه قوي كده، ولكن بس لتسهيل المذاكره، علشان دي مهم جدا ان احنا نعرفها باسمائها. فابتدوا يقسموا السوبرفيشال فات لإنفرا أوربيتال فات، لو قدرنا إن إحنا نحفظهم بيبقى كويس، ميديال تشيك فات، نيزو ليبيال فات، ميدل تشيك فات، لاترال تشيك فات، سوبيريور جوال فات، إنفيريور جوال فات. إيه اللي بيحصل وإحنا بنكبر؟ السوبرفيشال فات هي اللي بتنزل، الديب فات بتشتغل زي لوبريكانت للماسلز، ما بيحصلش فيها تشينجز كتير، بس السوبرفيشال فات هي اللي بيحصل لها ديسنت، وهي اللي احنا محتاجين تو كوركت ليتر. وادي دول الديب فات، الميديال سب اوربيكولاريز واللاترال سب اوربيكولاريز والديب ميديال تشيك والبقل فات. الحقيقه هي مش بالتقسيمه دي، لكن هي هوريكم دلوقتي صورة كاديفر علشان نقدر نفهم شوية هي شكلها إيه. أنا هستنى ثواني لغاية ما الصورة تيجي، لأن مهم جدا إن إحنا نقدر نشوف شكلها على الكاديفر أناتومي. So again this fat superficial fat أو كل الفات compartment بيتخللوا fibrous tissue، بتطلع من أول الاسماس لغاية تمسك في السكين فوق. أو الفايبرس تيشو دي is very important لأن أجزاء منها هي الليجمنتس. فمثلاً الكاديفر ده هيوصل دلوقتي بيورينا هنا فين السنترال باكال كومبارتمنت أوف ميد فيس، واخدة الإنك كولر. دي واحدة من the most important. طبعاً لمور أدفانسد ليفل نبتدي نفهم الديسند بيحصل إمتى، وإيه الفرق بينه وبين الأشيان بيبل والميدل إيست بيبل والويسترن بيبل. A lot of variations but at least if we know the anatomical names بتاعة الفاتس دي it will help us even in filler injection. I will tell you how. واحدة تاني من المهمين قوي 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 النيزوليبيال compartment of the midface، وهنا بيبقى الفرق كبير قوي لما يحصل descend في النيزوليبيال compartment. if you remember ويحصل عندنا النيزوليبيال fold، كان زمان كنا بنحقن الفيلر في النيزوليبيال groove، بعدين اكتشفنا ان ده غلط، ان احنا we don't have to fill fillers in the nasolabial. why؟ لان احنا بنزود النيزوليبيال compartment اكتر، بنخلي المنطقة more heavy. لكن ايه الصح؟ هقول لكم النهاردة إيه صح، ان احنا نعمل ريبوزيشن للفات كومبارتمنت. واحده تانية من المهمين كمان هي السنترال ميديال فات، وهنا دي تقريبا اكتر كومبارتمنت بيأفكتد او بيدي سبورت للميد فيس. منظوره على طول بينزل معايا منطقه الجول ونفقد الويل ديفايند جول لاين. اللي هي قدامنا في الصورة دلوقتي. نيجي للإنفرا أوربيتال، وهنا كمان دي مهمة جدا لأن بنلاقي ناس عندهم باجز. طب يا ترى الباجز دي الفات دي بادز نزلت، ولا الفات بادز دي زادت، ولا الفات باد دي قلت؟ دي الأناتوميكال ستراكشر أندر أي بيفرق جدا لفهمنا للفات بادز عشان ناخد قرار، هل هو إن إحنا نصلح المالر إريا ولا نصلح فعلا التير تراف. دي
نتطرق ليها في الفيلرز بعدين اكيد بنسمعها. نمبر 3 ودي من الاهم الحاجات هي الفيشيال ليجمنتس. في عندنا الليجمنتس دي اتفقنا انها فايبر ستراكشر بتمسك من الماسلز وتطلع فوق للسكن. في منها ترو ليجمنتس وفي منها فولس نيجاتيفز. اللي بالاحمر قدامنا هما الترو ليجمنتس زي الجوماتيك ليجمنت، البلاتيسما اير بانش، السكن شوينج بانش. الحاجات الثانيه زي الاوربيتال بانش، الباكو ماكسيلاري سسبنسري ليجمنت والمانديبولار ليجمنت، في صوره ثانيه ممكن توضح ايه اهميه الليجمنتس. اهميه الليجمنتس لو حصل لها لاكس دي على طول بيبتدي يحصل سلايدنج لكل التيشو اللي هي شايلاه، كل السوفت تيشو اللي شايلاه بيسلايدنج. ده يفرق معانا في كذا حاجه، يفرق معانا ان احنا نعمل فيكسيشن للثريدز، يفرق معانا ان احنا لما نيجي نحقن الفيلرز سبيشلي لما بنيجي نحقن ديب بولس نحقنه ان فرونت ولا بيهايند، لان انا لازم احقنه بشكل اي بوش ذا ليجمنتس اب اجين. اي بوش ذا ليجمنتس اب اجين. اذا الاندرستاندنج بتاع الفيشيال ليجمنتس اتس فيري امبورتنت في الانجكشن انجكتابلز وكمان في الثريدز، لان دي الاماكن اللي احنا بنثبت فيها الثريدز ايذر الانترنس بتاع الثريدز او الاكزيت بتاع الثريدز. هنا نشوف شكل الليجمنتس وهي طالعه السلايدز القادمه. هنشوف الليجمنتس بالظبط هي بتخترق كل اللايرز والسوفت تيشو لغايه ما تبقى اتاتشد فوق في السكن. هنا الصورة دي بتبين قوي، تقدر تفسر لنا ازاي ان السلايدنج بتاع الليجمنتس اول ما يحصل له ريلاكسيشن كل التشي اللي في ايه بيبتدي يتزحلق عليه. اهي الصورة دي وصلت. هنا نقدر نفهم كأنه زي البيلدنج المبنى، اول ما يميل الليجمنتس دي سبورتيف ستراكشر، اول ما تبتدي يحصل فيها ميل اكيد كل الحمل اللي عليها كمان بينزل. في هنا فيديو صغير اي هوب ان يكون بقدر ازيعه اول ما يجي الصوره بتاعته. تقدر تشرح لنا بالظبط ازاي بيحصل توزيس للسوفت تيشو، نزول للسوفت تيشو؟ يس. شغاله كويس قوي. فهمنا للسوفت تيشو بروجريس وايجينج بروسيس اللي بيحصل فيه يساعدنا كتير ان احنا ناخد قرار صح. يا ترى الكيس دي نقدر نصلحها بالفيلرز انف، ولا احنا بنزيد المشكله، ولا هي محتاجه فعلا حاجه زي الثريدز؟ النتيجه اللي بنوصل لها هي الشكل ده. كلنا بنحب نصور، كلنا بنحب بيشوفوا البيشنت بتاعنا كلهم في على السيلفي والسوشيال ميديا والحاجات دي. ليه؟ واي؟ علشان كله عايز يبين الارك الجميل ده اللي هو الايدج كيرف. ايه اللي بيحصل لما نكبر؟ بنفقد هذا الكيرف الجميل، فبالتالي عايزين نسعى ان احنا نستعيد ده بشكل طبيعي. فيري اتراكتيف، وي لوك يونج بالكونتور بتاعنا، بالويل ديفينيشن زيجوما، بالويل ديفينيشن جو لاين. علشان كده البيشنت بيجوا بيسعوا انهم يوصلوا للريزلت دي. لكن دلوقتي بعد فهمنا ان احنا عندنا مشاكل في السكن، مشاكل في الكونتور والفات، سواء لوس اوف فوليوم او ديسند للفات، التوزيس للسوفت تيشو، الكونتراكشن اللي حصل في الماسلز، اذا بناء على المشكله هبتدي اختار التريتمنت بتاعي. Actually هل انا محتاج اي ريلاكس الماسلز اللي بقت هايبر كونتراكت بقت كونتراكتد بالنيوروتوكسين، ولا انا محتاج اعمل ريسيرفسنج للسكن اللي ابتدى يكون في تشينجز، اعمل بيلينج، اعمل ريسيرفسنج بالليزر، اعمل وات ايفر فراكشنال ليزر، ولا اعمل ريبليس للفوليوم بالفيلر، ولا انا محتاجه ريسسبند. ريسسبند هنا هي ان انا محتاجه اعمل ريبوزيشن بالثريدز، ريبوزيشن للتوز تيشو. الحقيقه دايما في عيادتنا احنا محتاجين نوزعهم صح، سبيشالي الميد فيس. الميد فيس كريتيكال جدا لما اجي اختار انا محتاجه اظبط فوليوم ولا انا محتاجه اي ليفت او ريسسبند.
ومن هنا يجي السكند اوبجكتيف لاور توك توداي، ثريد ليفتنج تكنيك. الحقيقه ثريد ليفتنج تكنيك مش حاجه جديده، دي معروفه من ايام كليوباترا، كانت هي من اوائل الناس اللي استخدمت الجولد ثريدز تحت السكن بتاعها علشان تعمل ريجوفينيشن وتعمل ليفتنج. فاذا هي تكنيك معروف، ولكن هي حلت حاجه جميله قوي بين الكوركتيف درماتولوجي اللي في ايدينا، ما بين بوتوك نيوروتوكسين، بين فيلرز، بين ليزر، بين ميزوثيرابي، وبين الاستاتيك سيرجري، فهي وقعت في النص. فنقدر ديفينيشن بتاع الثريدز انه هي مينيمال انفيزيف استاتيك ميثودز تو كوركت ذا ايج ريليتد تشينجز اوف سوفت تيشو. الايديا كلها ان انا بعمل موفينج باك او ريبوزيشننج للسوفت تيشو in the position in the right position او favorable position. وهنا نقدر نقيمها ان هي minimal invasive technique. لو انا حطيت البرود بتاعنا as a dermatologist في العيادة كل ده، فبالضبط هي مكانها هيجي على طول قبل السيرجري، هي minimal invasive technique. طيب الجميل فيها ان هي under local anesthesia injection lidocaine، short-term downtime, cheaper than invasive surgery, and no scar. علشان كده في مرات بيسموها lunchtime facelift. لكن هي الحقيقة مش lunchtime قوي. فإذا أهم حاجة أنا مش بقدم للpatient facelift. دي بقى نقطة مهمة جدا. إحنا مش بنقدم facelift. وهنا how to meet expectation بتاع الpatient أو how to select الpatient. فلما بتيجي حالة surgical case، ما اقدرش اوعدها ان الفيس ليفت هيحل لها كل الديسند اللي عندها او التوزس اللي عندها او المشكله اللي عندها. انا لازم انا كطبيب اوصل للبيشنت او اعمل ميتنج اكسبكتيشن، هو متوقع ايه وانا وات كان اي ديليفر. فاحنا بشرح البيشنت اتس نوت ا فيس ليفت. لكن لو هي ميدل ايج انا هقول الكرايتيريا دلوقتي بتاعت مين احسن بيشنت تو سيلكت فور ثريد ليفتنج. لكن المهم ان انا اكون بقدم الثريد ليفت هو مش فيس ليفت، لان ده ممكن يخلي البيشنت يجي كومبلين ويقول انا ما اتحسنتش 100%، الجو لاين بتاعي مش ستريت 100%، ستيل اي هاف ليتل مارينيت، اي هاف ستيل نيزوليبيال. سو البينيفيتس هنا ان هي I can lift the mass، لأنه هوري دلوقتي البلان اللي أنا بدخل فيه. I can reposition soft tissue. I can rejuvenate the skin لأنه في الآخر collagen. I can add little bit volume if I need. So الجميل في الثريدز إنها تنفع في كل المناطق الوش، تنفع في الأبر فيس، في الزيجوما، في الجولاين، وفي النك. طيب إحنا ماشيين كويس أعتقد السلايدز. طيب احنا هندخل على النقطة الثالثة من الأوبجكتيف بتاعتنا النهاردة. Why we need to add threads؟ هل أنا محتاج as a dermatologist إن أنا I add threads technique in our clinic؟ قد إيه بيجينا ناس في العمر الميدل ايج جروب وبيمسكوا بالضبط المراية أو بيحطوا صباحهم بالشكل ده وبيقولوا أنا عايز كده، وبتكون الحالة I cannot give her this lift بالنيوروتوكسين مثلاً، وفي نفس الوقت هي مش عايزة تروح للسيرجري. إزاي أنا I can help as a dermatologist وhow much filler I can add علشان أديها lifting على الزيجومة أو الجولاين؟ الحقيقة في جروب من البيبول we cannot help them بالنيوروتوكسين والفيلر، وفي نفس الوقت هم مش عايزين يروحوا للسيرجري. وsometimes بيقولوا if you give me 50-60% I will be happy without surgery. طيب أنا محتاج أبص للأمر بشكل تاني. لو أنا النهاردة بفهم إنه هي القصة descend للمالر فات، أول ما المالر فات دي حصل لها descend الحقيقة حصل عندي tear trough وحصل عندي nasolabial groove وحصل عندي descend وصلني إن أنا I lost the molar area. فأنا محتاج أعرف لو أنا I add volume في المالر cheek what will happen؟ أنا I will increase the problem. لكن لو انا رفعت المالر الفات اللي نزلت مكانها، انا حقيقه كده صلحت الاندر اي، صلحت النيزوليبيال، صلحت الكونتور. النقطه الثانيه المهمه هي جوال اريا، ذا سيم بالظبط جوال اريا الديسند بتاعها
لو انا جيت قررت، في ناس بتحقن فيلر في الماريونيت لاين، لو احنا حقنا الماريونيت لاين هنا في حاله زي كده، الحقيقه ان الجول بيزداد لان الفيلر ممكن يتحرك، والمنطقه دي ولو بالغلط واحنا بنحقن راحت في الجول اريا، انا بزود الهيفنس. لا دي مفروض ان انا بعمل لها ليفتنج وليس فوليوم. سو السلايدز الجايه دي انا هستناها دقيقتين لان هي مهمه جدا. النهارده اصبح في السوشيال ميديا، في الميديا عامه، بيشاوروا جدا على حاجه اسمها اوفر فيلينج سيندروم. قد ايه بنشوف ناس اكتريس او ممثلين عندهم الشكل ده، يا ترى كان ايه المشكله؟ غالبا حصل عندهم اوفر فيلينج سيندروم، حصل عندهم زياده حقن ايزر في النيزوليبيال ايزر في المالر فيل، فاللي حصل فيك ابييرنس وخلت الكاستمر البيشنت بتوعنا يخافوا، هو انا شكلي هيتغير وانا لو رحت عياده الجلديه هيبقى شكلي كده. اصبح واحده من اكتر المخاوف المريض اللي بيجي لنا في العياده ان انا شكلي هيتغير. بس لو احنا بنبتدي تو ديليفر الاندرستاندينج بتاعنا للبيشنت ونفهمه ان ايه هو الاناتوميكال تشينجز وهاو وي ويل هيلب اند وي هاف ا تول ان ذيس كيس، لانه لو انا مش في ايديا غير تول الفيلرز غالبا اي ويل ديليفر ساتش بيشنت، بس لو انا عندي اذر تولز تو ليفت او سسبند ناو اني اندرستاند الكونديشن، اعتقد وي كان هيلب اور بيشنت من الانزعاج الشديد بسبب الميديا. هشارك معاكم ماي براكتس ايه اللي حصل معايا، لان ده اعتقد ممكن الخبرة دي تنفع ناس كتير. من 2012 كطبيبة جلدية انا بديت، طبعا كلنا بنبتدي بالبي دي او لانها سهلة popular وسهلة في تركيبها وسيف وما فيش منها اي مشكلة، واحنا ازا درماتولوجيست ايدينا مش واخدة كتير على الحاجات الاجريسيف، والحقيقة كنت مبسوطة بيها لأنه طبعاً بتدي كونتورين كويس، بتدي لو في رينكلز خفيفة سكين ريجوفينيشن بتدي، لو خصوصاً لو الميزو ثريدز الصغيرين دول لو عندنا بور وايد بورز لو عندنا شوية سكين تايتنينج وي كان ديليفر، لكن مشكلتها أنها ماكسيمم 6 شهور، يعني مرات بيقولوا 9 شهور. ففي 2013 بديت أتعرف على الباي دايركشنال كونز بي ال اي اللي هو معروف باسم السلويت، وده بولي بي ال اي البولي لاكتيك اسيد، ده ريزورب هو اساسا نوع من في فيلرز كالترا عباره عن بي ال اي معروف، اذا هو بيديني فوليوم. بديت استخدم ده، كان حلو جدا في الميد فيس ساجنج الناس اللي عندهم ثين سكينز ويقدر يكوركت شويه الفوليوم، السلايدز متاخره سنه، ويقدر يدينا. عايزه اقول حاجه عقبال ما سلايد، ايوه هي دي، في حاجة خطيرة بتحصل مهمة جدا ننتبه لها. معظم التكنيكس اللي بتجينا وبتتعرض علينا هي مدروسة ومستخدمة في الـ في الـ في الويسترن بيبل في يوروب، لكن مش مدروسة على اور بيشنت، لان احنا في المنطقة بتاعتنا البيشنت بتوعنا مختلفين. اي ويل شير هاو، ودي انا لقيتها تشالنج. فإذا أنا ما ينفعش أخد أي تكنيك بالبرامترز بتاعتهم بالشكل البروتوكول بتاع اللي جاي بي، لأن أنا we have different skin type, we have different face shape, we have thickness في السكين different, we have buffy face, معظم our patients buffy face, round face. So I couldn't find the PLA حل المشكلة، لأن الـ PLA كان بالنسبة لي ضعيف إنه يديني lifting، بل بالعكس مرات بيأد فوليوم لأنه هو PLA. لم يساعدني في النك لأن معظم our patient عندهم double chin، فما كانش effective في النك lifting، وما كانش effective برضو أجين في الايبراو. أعتقد معظمنا بيواجه نفس المشكلة مع نوع البيشن. في 2016 بديت أتعرف على BCL. PLA والBCL واحدة من الفيموس هما الأبتوس. الحقيقة أنا هوريكم دلوقتي سلايد على الهيستولوجي، واكتشفت حاجة لما قريت أرتكلز هوريها لكم دلوقتي، إنه الكولاجين اللي بيتكون around والثيكنس ليه دور كبير قوي في الليفتنج باور كمان. لما بديت أستخدم البي سي ال لقيت إنه بيديني فيكسيشن أفضل وسترونج سبورت
مع الناس بتوعنا اللي هم عندهم سيك سكن وعندهم بافي فيس وعندهم راوند فيس. الليفتنج كان ملحوظ وساعدني كمان في النيك ليفت وساعدني كمان في الاي براو. والميزه ان نسيت اقول ان البي ال اي بيقعد سنتين، البي سي ال بيقعد برضو من سنه ونص سنتين. ابتدى ده يخليني امارس اكتر لان ابتدى يبقى عندي سوليوشن لهذا النوع من السكن. Before we start threads, I will try to make it easy for you. لو احنا عايزين نمارس الثريدز، انا عارفة ان دي محتاجة هاند اون ومحتاجة حاجات كتير قوي، انا بحاول اروح لقشور بس في حاجات مور دي، لكن خليني اقول خطوات ممكن تساعد اي حد، ودي هتكون اخر حاجة في السلايد بتاعتنا. ايه اللي ممكن محتاجة اعرفه قبل ما ابتدي اكون عندي في عيادتي ثريدز؟ محتاجة أكون عرفت الأناتومي اللي اتكلمنا عنه النهاردة، subcutaneous fat والdeep fat والligaments، دي حاجة اتفقنا عليها. طيب محتاجة أعرف إيه الأنواع المختلفة اللي بتتقدم، علشان كده هحط classification. دايماً أول ما يجيلي علبة خيوط في العيادة هسأل نفسي ثلاث أسئلة: هل هي absorbable ولا هي non-absorbable؟ ده أول سؤال. هل هي barbed أو non-barbed؟ هل هي اللينس بتاعها ايه؟ هل هي شورت ولا لونج؟ ابزوربابل والنون ابزوربابل، خلاص احنا عرفنا ان النون ابزوربابل ده كله بيستخدموه معظمهم البلاستيك سيرجن، واحنا بالنسبه لنا دلوقتي الثلاث انواع اللي في ايدينا ابزوربابل: البوليدوكسانون، البولي لاكتيك اسيد، البولي كاربولاكتون. الثلاثه دول ابزوربابل. النون ابزوربابل هو البروبيلين والسيليكون والجولد، واعتقد استخداماته قليله في عياداتنا يمكن، لكن ده نون ابزوربابل. فده الاجابه على اول سؤال، هل هو ابزوربابل ولا نون ابزوربابل. تاني حاجه هنا في حاجه نعرفها، ان البوليدوكسانون البي دي او ده جاي منين؟ جاي من كيميكال بوليمرز، عشان كده بيتكسر في 6 شهور. البولي لاكتيك اسيد ده جاي من شوجر، جاي من كورن، natural material، وده زي ما اتفقنا بيتكسر في سنتين. البوليكاربولاكتون ده جاي من oil، extracted من oil، بيقعد من سنة ونص لسنتين. السؤال التاني اللي هو قلنا ايه، يا ترى الثريدز اللي في ايديا دي هي باربت ولا نون باربت؟ نون باربت يعني مش عليها بارب، هوريكوا صورة حلوة دلوقتي. النون باربت دي ممكن تكون مونوفيلمنت، ممكن تكون بس plain monofilament، ممكن تكون كذا filament، ممكن تكون المونوفيلمنت دي عليها سكرو، عليها spiral، والسوق مليان جدا، الماركت مليان من السكرو والكوج والحاجات دي. لا مين لي سكرو والسبايرل، لان الكوج هتبقى باربت. السكرين الجاية هتورينا ايه هي انواع الباربت. لو هي باربت ممكن تكون باي دايركشنال، يوني دايركشنال، مالتي دايركشنال. يوني دايركشن يعني كل السبايك في اتجاه واحد، الباي دايركشنال يعني في اتجاهين، المالتي دايركشن يعني اتجاهات مختلفة. أعتقد الصورة كلير. فإذا أنا لو عندي بارب ده معناها إيه؟ البارب دي بتمسك زي هوكس في السكن، في السوفت تيشو علشان تثبته. في نوعين من البارب ده، في نوع cutting edge وفي نوع holding molding. molding يعني زي كأنهم بيصبوه على قالب، الصورة دي اللي جاية هتوضح. فهو القط يعني الخيط، بسكوا الخيط وعملوا له قط فيه زي عمود القصب كده. أو molding يعني جم فوق الخيط وعملوا mold، وده cones عليه. هشغل فيديو أيهوب إنه يشتغل، هيورينا ازاي القط بيحصل. شغالي فن. كويس أوي. وهنا مكان الخطوط الحمراء بيدخل التشو ويثبت ويثبت، في فيديو تاني هيكون اوضح. ده القط وده اللي تحتيه هو المولد. بعد كده نيجي لي اللينث. تالت حاجة السؤال هنسأله، يا ترى هو شورت ولا لونج؟ شورت يعني أصغر من 90 مليمتر وده الدبل نيدل، أو لونج دبل نيدل وهي الأكبر من 90 مليمتر اللينث. وزي ما اتفقنا إن القط ده أو whatever الكون أو القط بيجي الكولاجين
بيبقى عامل زي الامبريلا، هو يفتح ويجي التشو الكولاجين اللي احنا عايزينه يتكون او الكبسول تتكون حواليه. لو انا بقسمه حسب الفانكشن هقول ان البي دي او ميلي ريجوفينيت. على فكره كل الريفرنسز معايا، اللي اي حد عايز الريفرنسز انا ممكن ابعتها بعد المحاضره، يتواصل معايا وانا ابعت له كل الريفرنسز. البي دي او ريجوفينيشن مور، الكوك والسكرو اللي هو البلين اللي هو من غير اي حاجه، الكوك والسكرو اكتر ريجوفينيت مع مايلد ليفت، البي ال اي مايلد تو مودريت ليفت، البي سي ال مودريت ليفت ريجوفينيت ومودريت ليفت. كل الثريدز دول الابزوربابل ثريد كلهم ريجوفينيت. هنا الهيستولوجي نقدر نشوف الفرق بين الكابسولز اللي بتحصل، اللي عملها البروفيسور مارلين، الفرق بين البروبيلين لان هم كان عندهم ابتوس كمان النون ابزوربابل، فهو عمل الفرق بين البروبيلين في اول واحده والثانيه الابزوربابل، وازاي الكولاجين كابسولز بيتكون. والسلايد دي برضو عملوها شركة أبتوس لأنهم من أقدم الناس اللي استخدموا الثريدز في الليفتنج إنديكيشن. الفايبرس كابسولز إزاي بيتكون، وده عبارة عن كولاجين تايب 1 بعدين بيتحول إلى كولاجين تايب 3. هنا بيبين أنه أول أسبوع إيه شكل الإنفلاميشن اللي حصل، بعدين إزاي الكابسول بعد شهر، وإزاي شكل الكابسول بعد 6 شهور. في articles أنا نسيت أحط السلايد بتاعتها، بس دي ممكن وإحنا بنعمل discussion أحطها. طلعت ودي لقيتها recently، ما هي من جروب من البروفيسورز في كوريا، وكانت بتفسر اللي أنا كنت بشوفه في الكلينيك عندنا إزاي. هو جاب الفكرة إن الفيديو هو قارن حالات مونو، شاف الكولاجين بتاع المونو بي دي او، وجاب الباي يعني 2 فيلامنت بي دي او، وكوادري 4 فيلامنت بي دي او، والبي ال اي، والسبرينج اللي هو البي سي ال. الشارت ده مهم جدا، وقارن الكولاجين تايب 1 اللي حصل في الاول وبعد كده تحول، شاف في الاسبوع الاول والثاني وال12، وبعد كده شاف في الكولاجين تايب 3. السلايدز دي بتقول لي الاولانيه ان الكولاجين تايب 1 اكتر كولاجين حصل مع كان المونو فيلمنت، زاد مع البايو فيلمنت، سوري اكتر كولاجين حصل مع الكوادري لما حط 4 بي دي او. معنى كده ايه؟ ان انا كل ما اضيف في البي دي او اللي انا ماسكه في ايديا اللي انا بحطه في البيشنت، كل ما كان الفيلمنت دي كتيره انا بعمل كولاجين اكتر. ده معناه ان انا اي نيد تو تيك كير اوف فوليوم. لو انا عندي بافي فيس وبحط لها بي دي او صغيرين غير لما بحط لها الجيج 19 وال18، لان دي كوادري او اكتر من عده فيلمنتس، فمعنى كده ان انا بزود فوليوم. اي نيد تو بي كيرفول. وبعدين وراني الكولاجين بتاع البي ال اي، وراني الكولاجين بتاع السبرينج. لكن الجميل انه ده لما رجع اتحول لكولاجين 3، الحقيقه الكولاجين 3 برضو ستيل هاي مع الكوادري، لكن هاي جدا مع البي ال اي لانه فيلر زي ماده فيلينج زي ما احنا اتفقنا البولي لاكتيك اسيد، ومتوسط مع البي سي ال. السلايدز دي فسرت لي كتير قوي ان الناس اللي بتعمل باستمرار بي دي او كل 6 شهور او 9 شهور فور ليفتنج، بيستخدموا الجيج الكبيره، بيجوا بوليوم باي ذا اند مع التكرار. وي نيد تو بي كيرفول. انا هحط لكم الريفرنس ده بعدين، انا بالغلط شلت السلايد. رقم 3، ايه البرينسيبلز اللي احنا محتاجين نفهمها واحنا بنحط الثريدز؟ اول حاجه الفيكتور، لازم الدايركشن بتاعنا يكون ان احنا بنشد من داون ابورد ان اوبليك مانر. الفيكتور وي نيد تو ريسبكت الفيكتورز، ذس از ذا دايركشن هاو وي فيكس. ولما نيجي نفكس بنبتدي ندخل بيربنديكولار ونبقى تحت بارل، دي حاجة مهمة. وفين احنا بندخل؟ اتفقنا في السبكوتينيوس اديبوس تيشو. الفيديو ده is coming هيورينا ازاي ان احنا لما بنحط الثريدز في السبكوتينيوس فات ايه اللي بيحصل، وازاي بيلفت وريبوزيشن الفات. هشغله مرة كمان.
أنا طولت عليكم، أنا أول مصدر. طيب رقم ثلاثة، هنا الكاديفر ده هيوضح لنا قوي إنه دي البلان، هنا ده كاديفر حقيقي يورينا إزاي شكل السبكتينيوس فات، ده البلان الرئيسي اللي إحنا مفروض نعدي فيه الثريدز. طيب افرض إحنا كنا مور ديب، هيحصل إيه؟ ده شكلنا وإحنا في الديب داخلين في المسلز، ده الحيوي واللوست ذا ثريدز، مش هتديني أي ليفتنج، وهيبقى بينفول جدا. يعني لو أنا بعمل التكنيك بتاعي ودخلت ديب، البيشنت هيتألم بشدة، فأنا هعرف إن البيشنت متألم، يبقى أنا في ديب فات. طيب هيحصل إيه لو أنا كنت فيري سوبرفيشال، دخلت في الدرمس شوية، الدرمس وأول طبقات، هيحصل البكرينج إفكت، ودي هيعاني، دي واحدة من المشاكل هيعاني منها البيشنت، هيقعد بيها شهور يزعجنا وهو منزعج بسبب البكرينج. يبقى إذن من حاجات مهمة جدا وأنا بحط الثريدز بتاعتي أكون في البلان المظبوط وهو السبكتينس تشو، عشان كده دي من الحاجات اللي بس تتظبط في الهاند أون بعدين إيدينا بتمشي فيها بسهولة. الفيكسيشن بوينت زي ما احنا ذكرنا إن الليجمنتس مهمة جدا في الفيكسيشن بتاعتنا، عشان كده دي صورة مثلا سلايدز لازم نحفظها علشان نبقى عارفين الانترنس والإكزيت بتاعنا، السوبيرور تمبرار سيبتم للأبر فيس، الديب تمبرار فاشيا، الزيجوماتيك ليجمنت، الأوربيكيلارز ريتينينج ليجمنت، دي كلها مناطق فيكسيشن، الأوربيكيلارز البلاتيسما، المانديبولار كوتينوس ده الإكزيت بتاعنا، الاسترنوكليدو ماستويد إريا دي للنك ليفتنج. الفيديو ده لطيف ليه؟ لأنه إحنا من الحاجات اللي we need to respect the facial expression، إحنا عندنا الميميك أكشن بتاعت الزيجوماتيك ميجور وماينور، we cannot affect. في ميزة إن إحنا مش هنتداخل مع الموفمنت، نعمل في زي side effect patient، ولكن we lose the threads بسبب الميميك أكشن لو إحنا رحنا برضو في بلان غلط. حاجة مهمة ناخد بالنا منها هي dangerous zone، احنا we are so lucky than the filler. ليه؟ لان الفيلرز we need to take care من الفاسكولار كومبريشن، لو دخلنا في الفاسكولار، لو دخلنا في الفينز، لو دخلنا في الارتريز، a lot of complications. لكن في ميزه هنا عندنا، احنا we need to consider the dangerous zone، we need to consider كل الفورامين، ولكن حتى لو حصل ان احنا we pass through veins، ما هي نفس الثريدز اللي بيستخدموها في السيوتشرينج وهي ابزوربابل، فاحنا ما عندناش خطر كبير غير ان احنا ممكن نعمل هيماتوما، ولو عملنا هيماتوما وارد ان يحصل انفكشن، وهنا الحاله الوحيده من الكومبليكيشنز اللي تحتاج immediately تشيل الخيوط ان لو حصل بيج هيماتوما، دي حته مهمه جدا. فاذا we need to take care من الفاسكولار ستراكشر، we need to take care of the dangerous zone، ولكن we still safe except if هيماتوما ده. طيب this is the right candidate، هنا how to choose your patient من 35 to 45. Sometimes we go more for 50. بس لازم نكون very careful في select the patient بتوع ال 50 والأبر. لازم يكون التوزيس مودريت. لازم يكون الفوليوم لوس قليل. لازم يكون البروميننس بتاعت الجو لايت مش جامدة. لأن لو أنا الجول عندي كبير وقررت أعمل خيوط ال patient هتكمبلين. Adjust the expectation. يعني دي مهمة جدا. ال patient relapse اللي بيجوا بعد ما عملوا face lift ومش مبسوطين. We can take them. الفيشيال اسيمتري، ويمكن احب مره اشارك معاكم خبرتي، الناس اللي عندهم فيشيال بولسي وي كان كوركت ذم بيرفكتلي بيبقوا سو هابي بعد ما يخلصوا التريتمنت بتاعهم والفيزيوثيرابي ويستيل زي هاف ا فيشيال اسيمتري، وي كان هيلب ذم بالنيوروتوكسين والفيلر والثريدز توجذر. اي ويل شو يو وان تايم بيكوز ذس از سمثينج، وي انا شفت ناس بتبكي بالدموع بسبب الديفيشن اللي في وشهم، لكن وانس ان هم اتصلحوا بيبقوا مبسوطين قوي والدنيا مش سايعاهم، بنسيب بصمه حقيقيه في حياتهم. اخر حاجه هاو تو مانج كومبليكيشن، ودي لوحديها عايزه ادفانسد ليفل شويه، مهم جدا. وهنا لو انا مش مدرك كل البرنسبل بيحصل مايجريشن واكستروجن وبيحصل مشاكل كتير من الخيوط، ويطلق على الخيوط انها نون افكتيف وانها ما بتجيبش ريزلت، لو انا مش فاهم الهيستولوجي والاناتومي والاندرستاندينج تايب اوف ثريدز وايه اللي وفين اي فيكس وفين اي اكزيت وفين اي انتري، غالبا اي ويل فيس كومبليكيشن وهاخد في خبره انه خلاص انا مش عايز اعمل كومبليكيشنز. سو ايه البراكتس بتاعنا؟ هاند اون، لازم هاند اون، لازم نعمل تريننج كويس،
we do hand on in Everlast Academy. مهم جدا نعمل hand on كتير و practice قبل ما نبتدي في البيشنت. ولكن لو عايز ابتدي البي دي او هو انسب حاجه ابتدي بيها في العياده واسهل حاجه ابتدي بيها وابتدي بالميزوثريدز وبعدين I can go first. Take time for consultation. Spend time مع البيشنت, adjust the expectation, اشرح البيشنت كل حاجه, examine البيشنت, نحط ايدينا ونشوف المالر فات ونشوف الديسند تيشو ونشوف ونعمل ليفتنج ونشوف هل وي هاف اكسس فات وي كان ليفت ولا لا, ونفهم المريض. ولو البيشنت محتاج كومبايند بنيوروتوكسين او فيلر افتر وي كان تيل ذا بيشنت من الاول, لان انا ممكن اقول البيشنت انا هصلح لك النيزوليبيال بالخيوط, لما اشد النيزوليبيال هتصلح, بس بعد كده هنحتاج فيلر خفيف في الديب مثلا او في الماريونت, والا هيجي يقول لك انا ما تصلحتش الكوريك, ما حصلش فول كوركشن. سبيند تايم مع البيشنت, اكسبلين, جهز البيشنت كويس, اكسبلين الداون تايم, لان في مدرستين في ان احنا نعمل هايبر كوركشن او مش هايبر كوركشن, يبقى في انفورمد كونسنت والبيشنت يمضي عليه, نفهم البيشنت من اول يوم البروسيجر, نجهز البريبريشن, مفيش, نتاكد مش بياخد اسبرين او اي بلوت ثيننج ميديسن, مفيش ميك اب, نكون كلين, لازم ناخد فوتو بجود كاميرا 3D كاميراز, ناخد من فرونتال فيو تو اوبليكس تو لاترال فيوز, this is very important. ونحتفظ بيها بيفور وافتر. البيشنت بينسوا شكلهم ايه, فبييجوا يتخانقوا معنا بعد كده. بيشنت ماركينج لازم يكون قاعد ونعمل الماركينج الاكزيت والانترنس بتاعنا, لازم يكون البروسيجر روم سيميلر للسترايل اوبريتنج روم, مهم جدا جدا الاسيبتيك تكنيك, ناخد بالنا جدا من السترايل انسترومنت والسترايل تيبل وكل حاجه تكون كومبليتلي اسيبتيك. الكيت بتاعتنا اللي تكون جاهزه معانا هي دي, يكون عندنا سترايل وايبس شيت, الانتيسيبتيك, الانستيزيا, الديسبوزابل بي بي اي كله, نعمل هاند ووش as surgery exactly, نبتدي نلبس كويس البروبر PPE بتاعنا, we need to take it serious because these threads بتدخل جوا البيشنت under the skin, ممكن يحصل infection. نبتدي نحط البيتودين بتاعنا ونهتم ان احنا نمشي صح من السنترال للبوفرر, نغطي الأورفيسس بتاعتنا, نغطي الارياز حتى اللي مش هنحط فيها الثريدز لازم كومبليتلي نغطيها بالبيتادين. نبتدي اللوكال انستيزيا بتاعتنا في الانتري اللي احنا حطينا الماركس قبل ما البيشنت يبقى لاي داون, بعد البيشنت بينام بنعمل وهو قاعد المارك بتاعنا, بعدين بينام البيشنت وبنبتدي يكون الماركر, ناخد بالنا ما بيتمسحش بيتادين, ونبتدي نحط الانجكشن بتاعنا. نتاكد بعد ما خلصنا بروسيجر بيشنت يقعد, ولما البيشنت يقعد نبتدي نشيك على الاسيمتريه, بيشنت سيمتريكال مظبوط ولا لا, ربما يكون في اوفر كوركشن في اريا نبتدي نعدلها, وندي البيشنت المرايه علشان نتاكد ان هو مطمن قبل ما يخرج من العياده بتاعتنا. بعدين نبتدي نديله البوست تريتمنت كير, انه لازم ينام على الهيد, ما ينامش على الجناب لمده اسبوع, ما يروحش للدنتست لمده اسبوع, ما يلعبش رياضه اجريسيف لمده اسبوع, يستخدم الايس, كل الكير ده نبتدي نقول البيشنت. ناخد بالنا جدا من بعض الكونترا انديكيشنز سبيشالي كيلويد كولاجينوزس, ناخد بالنا لو هو اوتو اميون هايبرتنسيف ان كنترولد عشان اللايدوكين بتاعنا فيه ابينفرين, نحط في حساباتنا الكونترا انديكيشنز. وبعدين ناخد بالنا, الميزه ان كل سايد افكت تمبوري, ولكن ستيل وي نيد تو ليرن هاو تو مانج كومبليكيشن علشان ان كيس احتاجنا ان احنا نطلع الثريدز. So, أعتقد أنه ممكن نوقف, أنا لسه عندي شوية سلايدز بس إحنا ممكن نوقف لربما تكون الدوز عالية, فإيه رأيك دكتور خالد؟ لا يا ريت حضرتك نكمل عشان لو في سؤال لحد عايز يسألني يبقى يسألنا في الآخر. طيب هقول لكم كيس حصلت معايا. الكيس دي يمكن بنقابلها, بنت
بيشنت خدوها موديل، هي ميدل ايج الكيس المناسبه بالنسبه لنا، وراحت مع شركه من الشركات الفيلرز موديل علشان تعمل فيلرز. هي سالتني انا محتاجه ثريدز، قلت لها انت محتاجه ثريدز، فهي راحت تعمل فيلرز. يعني قالت ثريدز دي اجريسيف تكنيك، فراحت تعمل فيلرز، فابتدوا الدكتورز يحطوا لها حوالي 9 سيرنج. بعد فتره بثلاث اربع شهور جت لقيت وشها هيفي جدا ومضايقه جدا، فاضطرينا ديزولف. هوريكم دلوقتي ازاي بالكاميرا الفيكترون نقدر نشوف كميات الفيلر بعد ما دوبناها. وبدينا ان احنا نقرر هنا هاو اي مارك الانتري والاكزيت، وازاي بنحط الانستيزيا اندر ذا سكن، وازاي بنحط الثريدز، وهنا بندبل. ده تكنيك انا بحب اعمله، بندبل الثريدز على الجول علشان نتاكد انه اجين الهيفي فيس. انا اخترت الكيس دي علشان بتورينا اكزامبل للهيفي فيس احنا والراوندد فيس والبيج فات بادز، وازاي ان ممكن الثريدز يساعدنا في ان احنا نحسن حتى ايفن ذس بيبل نديهم. وبعدين بالكاميرا ال 3 دي نقدر نشرح اللي حصل والنيز والفولدز والفرق بين الفولدز بيفور وافتر. هنا بالفيكترا في كاميرا تقدر تورينا الفوليوم، فدي صورتها قبل ما نعمل ديزولف للفيلرز. كل البلو كولر ده هو فوليوم، ده اكسترا فوليوم. بعد ما دوبناه بالهايلورونيديز باين لي اورنج كولر، ده معناها ان احنا دلوقتي الاريا فضيت بقى فيها لوس للفوليوم الكتير اللي اتحط بالفيلرز اللي هي قررت تعمله. ساعتها نبتدي نعمل الثريدز، نبتدي نقدر نشوف شايفين الاصفر تحول لازرق فين اب، يعني الفات بادز اللي تحت طلعت فوق فتحول الفوليوم باك. بكاميرا زي كده اقدر اكون بشوف الواتش التقدم اللي احنا حققناه مع البيشن. اذا سريعا بعض الفوتوز بيفور وافتر، هنا بنقدر نشوف ازاي حصل كوركشن للجول اللي معظم مرضانا مش بيحبوا المنطقه دي، عايز كله عايز ويل ديفاين جول لاين. هنا كمان نقدر نشوف before وافتر، هنا كمان. هنا مثلا مثال لبافي فيس، الصوره وصلت هتوصل دلوقتي. وازاي ان احنا لما بنصلح الميد فيس على طول دايركتلي بيتصلح النيك الدبل تشين. كمان صورة تانية الباقي فيس دي عمرها صغير بس كانت مصممة انها عايزة والديفاين فيس قبل فرحها. الصورة اللي بعد دي بالظبط، وهي كانت مصممة كانت مبسوطة جدا بس انها عندها والديفاين جولاين قبل الفرح وصور الفرح. So advantages of the thread ان هي بتديني lifting rejuvenation، هي minimal invasive، بتاخد 15 ل 20 دقيقة تقريبا بعد الانستيزيا، minimum downtime، immediately result، new collagen growth، long term حسب نوع الثريد. conclusion، what I wanted to conclude today ان introducing the threads through last few years rarely provide a broader range of option can help us، انه الامبروفمنت لازم ابقى واخده بالي انه بعد شهرين ثلاثه، انه البيشنت سايد تو اوفر تريتمنت اندر لوكال انستيزيا من غير ما يروح لجراحه من غير ما يروح للسكار تعتبر اتس ا جود اوبورتيونيتي. اجين اتس نوت ا فيس ليفت. اجين انه البيشنت سيلكشن مهم جدا لما بنختار،
وهي دي هتفكر تاني بالايديال بيشنت بروفايل. ميدل ايج، ما يكونش فيري لوس فوليوم، ما يكونش ساجي كتير، ما يكونش لازم السايكولوجي بتاع البيشنت والمنتاليتي بتاعته، ما يكونش انكشيس بيشنت والا هيعمل لنا هيديك، وتوقعاته لو عاليه. تيست صغير نقدر نعمله في العياده، لو حطينا اور فينجرز لايك ذس وبنشوف في ساجينس، او وي كان هيلب باي ليفتنج ابروكسيماتلي 1 سنتيمتر، اذا اقول للبيشنت انت جود كانديديت. لو انا عملت كده ليفتنج بالفينجرز ولقيت ان انا اي كان امبروف، يس اي كان امبروف باي ثريدز، here's the references and thank you so much for your listening. شكرا جدا دكتوره ياسمين، حقيقه المحاضره رائعه وطريقه الالقاء جميله يعني حاجه انفورم. حاسه اذنك يعني الناس بتسال عن دلوقتي بتقول لو انا عايز اخد خطوات يعني 1 2 3 حضرتك ممكن تقول لنا كده اللي هو ما بداش خالص الستريتس ممكن يبدا بايه خطوه 1 2 3. عايزين نرحب بس بدكتور محمد حامد معانا بعد اذن حضرتك. دكتور محمد حامد يعني محاضره رائعه دكتوره كريستين، برافو عليك والله ما شاء الله. ثانك يو ميرسي. كان ليا بس استفسار دكتوره كريستين، في النيزوليبيال في بعض الثريد بتدي فوليوم يعني حوالي 10 خيوط مع بعض، حضرتك مش محبذه يعني ايه راي حضرتك؟ دكتور انا بحس ان ده بيدي فوليوم، ات ديبندز. لو هو البيشنت عنده النيزوليبيال فولد، حضرتك لسه بتتكلم؟ لو النيزو ليبيال فولد ديب، مهما حطيت انا محتاجه اي ليفت واي سبورت من الزيجوما، حتى لو هضطر احط باي ذا واي اتس ا جود كويشن، لانه مرات بنصلح النيزو ليبيال بالثريدز صح تماما، مع اعتبار ان احنا وي فيكس الزيجوما، يعني وي فيكس الزيجوما وبعدين ممكن نحط الثريدز في النيزو ليبيال. شكرا دكتور كريستين. شكرا دكتور، شرفت جدا بوجود حضرتك. ميرسي دكتوره كريستين، فعلا المحاضره كانت جميله ووضحت حاجات فعلا من البيزك كتير جدا لينا، وان شاء الله عايزين بعد كده نبتدي بعد ما نخلص حاجات الهاندس اون والسلسله اللي احنا هنعملها ان شاء الله بعد كده هنا في الجامعه عندنا. يا ريت برده ممكن لو مره تبقى هاو تو مانج الكومبليكيشن، يعني لما كنت sure. بتقولي مثلا اللي بيحصل باكرينج لو انا دخلت فيري سوبرفيشال، طب انا اصلحه ازاي؟ لو دخلت ديب البيشنت مش هياخد بنفيت بس اي لوز الثريدز اللي انا حطيتها، وبرده لو مثلا ممكن توبيك تاني يبقى على الفيشال اسيمتري ان انا هاو تو ديل وذ ذيس كيسز. شور دكتوره شور يا ده كان اد فاليو لاور كلينيك والبراكتس، ونعمل اور I will do it. I will prepare it. Sure, Dr. Amin. إن شاء الله. فعلا دكتور كريستين، يعني كان في سؤال مخصوص عن الكومبليكيشن، يعني عاوزين يعني discuss more complications and details. يعني الكونسيرن كله لو أنا عايز أعمل start طبعا بنبقى خايفين من complications. فال يعني how to avoid complication، ده بتبقى طبعا هدف قبل ما أبدأ فيلر، قبل ما أبدأ بوتوكس، أو even أي treatment طبعا. تمام، هقول حاجة دكتور خالد هتساعدنا قوي. نبتدي بالبي دي او اولا لانه سهل في الابليكيشن، مشاكله قليلة، حتى لو رحت سوبرفيشال ديب الابزوربشن بتاعه بسريع من 3 ل 6 شهور بيكون اختفى، فالهيدك ما بيستمرش مع البيشنت. فانا لو عايز ابتدي بالبي دي او وابتدي بالصغيرين الميزو ثريدز، وبعد شوية أتجرأ وأروح للأكبر شوية اللي هم الـ 18 والـ 19 والـ 21 وكده، وأتأكد إن أنا عملت تعقيم جيد جدا، لأنه ما فيش أسوأ من الكومبليكيشن، كل حاجة تانية محلولة إلا الكومبليكيشن، وأحط البيشنت على كلوز سوبرفيجن. طبعا عايزة أقول حاجة، يعني أنا مرحبة جدا، ده الفيسبوك بتاعي وده التواصل، وأنا برد على أي حد عنده أي كومبليكيشن، أي حد عنده أي كومبليكيشن أنا تحت أمر الجميع، بتواصل وأقدر أساعد وأشوف البيشنت بالصور وأقدر أساعد الناس عشان يبقوا متشجعين إنهم يبتدوا. فنبتدي بالفيديو الصغيرين الميزو ثريدز، ونتأكد من إحنا البيشنت تحت ملاحظاتنا.
ونبتدي في الميد فيس، ما نروح ما ننطش من اكتر المشاكل هي في الابر فيس، ما تبتديش ابدا ابر فيس، لان الهيماتوما بتاعت التمبرال ارتريز سواء في السوبرفيشال تمبرال ارتري مزعجه جدا، بتستمر كتير قوي. فبليز ما انصحش اي حد يبتدي لا بالنك ولا يبتدي برضو النك، بنخاف من المانديبولر ارتريز، لا نبتدي بالنك ولا نبتدي بالابر فيس، ابتدي بالميد فيس، استخدم الميزو ثريدز، بعد فتره زود عددهم، بعد فتره ابتدي للجيج الاكبر، بعد شويه روح لحاجه زي الدبل نيدل، ابتدي استخدم الدبل نيدل. اعتقد ده سيف، ما فيش منه مشكله. لو انا هقول للناس ازاي ايدينا تساعد، اديكوا تريكه، زي ما بنحط انستيزيا اندر سكن، لو احنا بنحط اللايدوكين في الانترنس، حطوا لايدوكين في الانترنس وبعدين نعمل هول كانك بتستخدم كانيولا فيلر، بالكانيولا دي ابتدي حط الانفلتريشن بتاعك لايدوكين بتاعي زي ما شفنا في الفيديو ده. اولا بيساعد ايدينا انها تظبط البلين، لان انا كده فتحت بين الديرمس والسبكتينوس فات، فانا عملت زي شانلز بالنسبه لي. بعدين ابتدي ادخل الثريدز في نفس البلين اللي انا حطيت فيه الكانيولا بتاعتي، يعني اللي هي تعتبر، لان انا هبتدي بالبي دي او، فانا كاني سب ديرمال شويه، فده امان جدا. يعني نفس طريقه الكانيولا، الناس اللي بتحط الفيلرز بالكانيولا نفس البلين لو انا عايزه ابتدي مع لوحدي. جميل. بعد اذنك يا دكتوره كريستين، امتى استخدم الدبل نيدل وامتى استخدم الخيوط العاديه اللي هي نيدل واحده؟ سؤال جميل قوي دكتوره اماني. بنحب نستخدم الدبل نيدل في الجو اريا. لو افتكرنا الفيديو في الجو لاين، واحنا من عند التريجس ندخل الدبل نيدل، لانه بيعمل زي الهوك، ياخد كل الفات بادز اللي موجوده في الجول ويرفعها. فلو انا هستخدم دبل نيدل خليني في الجو لاين، لان دبل نيدل في الزيجوما تروماتيك جدا جدا جدا. فانا لو رحت لي يمكن احط الفيديو تاني لو حابين، فلو انا رحت بالدبل نيدل امن جدا في الجو، على فكره سهله جدا، هوريها تاني بالفيديو لو حابين، بس ما احطهاش ابدا في الزيجوما، اجريسيف قوي قوي وتروماتيك جدا. دول اللي لو انا هستخدم البي دي او في الخد، ممكن استخدم الرفيعين دول اللي هم لينير، استخدمهم في الزيجوما. لكن لو انا عايز اروح للدبل نيدل، افضل اروح للجو لاين. هي الدبل نيدل كلها موجوده بي سي ال؟ لا، في ناس عندها بي ال اي. بي سي ال وبي ال اي في الدبل نيدل اللي في الماركت تقريبا. هنا هوضح هستخدم صوابعي في ان انا بركب اتنين دبل نيدل فوق بعض. ده سبيشالي الناس الهيفي فيس. انا في الفيديو شاورت، فبروح مركبه اتنين، بدخل من نفس الانتري اتنين فوق بعض واروح شده فوق. لو انا ورا الماريونت لاين انا في امان، مفيش اي ترومات، ما كانت اي تروما لاي حاجه، لاي فاسكولار ليجن هنا، فيزلز او نيرفز. كانت واضحة؟ هي كانت واضحة، بس برضو أنا ممكن أنا أستخدم كذا كذا خيط ومش دبل نيدل، وأعمل نفس البروسيجور ده. تماما دكتورة أماني، بس ما مش عندك إكزيت. يعني هي طبعا ممكن أروح جايبة اللينير مركباهم، بس الفكرة في الدبل نيدل دكتورة أماني الفيكسيشن.
يمكن انا ذكرتها بسرعه ما قعدتش كتير انه ما اكدتش عليها. الفيكسيشن مهم جدا جدا لان كل التشو اللي قداماني سلايدنج موفابل، فبالذات هنا في المنطقه دي لو انا اعتمدت يمكن بيحصل اكتر هوريها دي في مره بتاعه الكومبليكيشن. عندي حالات كتير قوي حصل مايجريشن مع اللينير 1 لانه مش ثابتين عند التريجرز، فلو هو مش ثابت بسبب انه لو هو دبل نيدل انا بقدر اثبته، لو هو ثابت ما يحصلوش مايجريشن. لو حطينا لينير في المنطقه دي بالذات لانها ميميك اريا متحركه بيحصل له يتحرك، ولانهم لينير جنب بعض مش ثابتين فدي احتماليه المايجريشن فيها عاليه او يطلع. انا وريت هنا كيس، هوريكم حالة وازاي الخيط بيطلع بس هي مش في السلايد دي، معرفش ولا تحبوا نخليها للكومبليكيشن احسن ازاي بنطلع. يعني نقدر نقول ان لما بيكون دبل نيدل ان الاكزيت بتخليني اعمل فيكسيشن احسن؟ لا، الانترانس، الانترانس في فيكسيشن والاكزيت انا اي بنتريت السكين وبطلع، لكن اللينير انا ما بطلعش. خلي بالك انت بتحطي الكانيلا وبتطلعيها بيفضل الخيط مش بيطلع. الطلوع انا بثبت عند الدخول والطلوع، لان وانا داخله بثبت في منطقه التريجس وانا طالعه بثبت في المانديبولر ليجمنت. فاذا انا اتاكدت ان انا مسكت الليجمنت اللي نازل وطلعته فوق وكاني عملت حيطه صديت عليها النزول، هنا ما يحصلش مايجريشن. فهو فعلا أنا بطلع زي رايحه قدام الليجمنت ولا بطلع قبل الليجمنت؟ انا بمسك في الليجمنت، انا قدام الليجمنت بثانية علشان يبقى التثبيت بتاعي في الليجمنت. يعني هعديه يعني لزان فيو مليمتر علشان لازم اكون فيه، لكن وراه انا لوز. هو ممكن لو ان شاء الله يبقى فيديو يوضح لنا البروسيدور نفسه. ممكن نعمل كده. وانت بتدخلي بالدبل نيدل وبدخل منين والاكزيت بتاعي. نعمل ان شاء الله يعني تبقى اوضح. يعني حضرتك محتاجين مره عن التكنيكس ان شاء الله ومره عن الكومبليكيشنز. يعني الكومبليكيشن هنخليها مره واحده. خلاص، انا كنت بفكر في التكنيك ان انا اجيب الانواع كلها، يعني البي دي او، البي سي ال، البي سي ال والبي ال اي، والتكنيك بتاع ديفرنت نوع تايبس كل واحد ده. ونبقى عارفين امتى اختار كل تايب والتكنيك بتاعه. تمام شور، هجهز ده. في حد معانا بيسال كره كريستين واحنا محتاجين ندي مضاد حيوي ولا لو انا عملت بالطريقه اللي احنا شفناها في الفيديو كومبليتلي اسيبتك ما نخافش، مش محتاج خالص ادي انتيبيوتيك ابدا. لكن لو انا مش اندر كومبليت سترايل كونديشن لا ادي مضاد حيوي. لكن لو انا ظبطت كل الطريقه دي يعني كومبليتلي اسيبتك وكل كله كمان وحصل معايا هيماتوما كبيره خبطت ميجور ارتريز او فيزلز او فينز لا ادي انتيبيوتيك، لانه الهيماتوما هي منطقه للانفكشن ات ويل جرو. فاذا انا لو وازاي اعرف ان انا هعمل، طبعا بيبقى بليدنج رهيب في اثناء البروسيجر، يعني بليدنج قوي لو انا خبطت ميجور ارتريز او ميجور فيزلز بيحصل بليدنج جامد قوي وتورم ايميديتلي اون تيبل، في الحاله دي لازم ادي انتيبيوتيك. او لو انا اضطريت ان انا اعملها مش بالشكل الكامل ده ادي انتيبيوتيك بروفلاكتيك. جميل دكتور حسين، ربنا يكرمك. كده على ما اعتقد مفيش اسئله تانية. اوكي خلاص اتفقنا. ميرسي دكتوره كريستين، استفدنا كتير. ان شاء الله المره الجايه يبقى التكنيكس المختلفه، الانواع الثريدز المختلفه، ويبقى في ديمونستريشن عليها بالفيديوز لغايه لما تسمح الظروف بالهاندز اون. تمام خلاص اكيد، ده يشرفني دكتوره اماني، وميرسي على الدعوه، واتشرف بان انا يعني اشارك معاكم في العمل الجميل ده. اوكي شكرا.
العفو شكرا دكتورة، دكتور خالد على شكرا تعبك، شكرا دكتور شكرا دكتور محمد على خالد، حضورك ومشاركتك الفعالة شكرا معانا. لحضرتك جميعا، سعدنا شكرا بيكم لكم جميعا، جميعا، شكرا ميرسي يا دكتور، مع السلامة. Thank you. مع السلامة، مع السلامة، إن شاء الله. مع السلامة.